تحولات في المقررات، اما الفورنيتور في الشهر ما كاينش فيه تحولات. هذا العام جا الدخول المدرسي شويه مكروه على ذاك العام، حيت هذاك العام جا الدخول المدرسي جا البريفي مع المخزن جاو قد قد مراسقين، فهمتي؟ اذا الناس كتبوا لنا كاملين في دقه واحده. الان الحمد لله جا الدخول المدرسي شويه مرخوف، شفت السوق دابا شويه مرخوف. كيف بان لك البريفي هما الاولين سبقوهم، دابا البريفي الاولين حيدناهم عليه. فهمتيني حيدنا البريفي علينا دابا واحد النهار بدا يوقع على المخزن المخزن راه حال ديالهم ساعد ما فيش شي مشكل شي علاش العام ان شاء الله جا العام دخول مدرسة شوية مرة في الفترة هذي لابد لك تعرف دابا الدخول المدرسي الأكبر ديالو كيكون واحد راهو جا الصعيد الوطني ماشي على مكتبة دار الأمة ولا السوق كيعرف واحد راهوج لأن دابا الصعيد الدخول المدرسي وهذه حملة كتم ملزومة من طرف أي واحد لأن التعليم راه ملزوم ماشي مسألة ثانوية فهمتني لأن التشهر القديم لأن الدخول المدرسي هذا العام هذا تعمل في نفس الوقت لا بالنسبة للخصوصية ولا العمومي فهمتني روج لابد كيكون هو كيكون واحد الضيق من ناحيه ديال التوقيت لان كان قبل الخصوصي كيكون في الاولى سبتمبر والاخر حتى 15 سبتمبر دابا تعمل مع الناحيه ديال سبعه في الشهر ولا كلشي كيدخل ولا واحد الضغط على المكتبات بصفه عامه فهمتني هذا هو اللي كاين